عديم الادب يدعو منه الصحابه وما ادراك ما الصحابه. انت مرتد ايضا عن الاسلام، ده مرتد والاخر مرتد ايضا. العصبجي يتورع عن تكفير البرع ولا يتورع عن تكفير السلفيين بغير وجه حق. الحكومه هي اللي بتقيم عليك الحكومه بتاع الكفر عينا كده. عشان كده نحن الان بنتكلم على البرع بنقول البرع قال كده والكلام ده كفر. وفي فرق بين نقول لك الكلام ده كفر وبين البرع شنو؟ كافر. ليه؟ لانه عندنا اقامه الحكم التكفيري على التعيين ده الا الحاكم. اما كافر هو تعيينا انت ما فهمت وكفرته يا اخي. انا قلت الكلام ده كفر انت ما بتفهم. اما تكفير هو فلان ده كافر ده الا تقول ودي الحكومه كده وقول لها يا حكومه الزول ده قال كده كده. اذا وافقتنا الحاكم يقول انت كافر طبعا قال الزول ده خلاص انا بكون بعد كده برهان. لكن ما كفرته تشيل مسؤوليتها. فلازم تفهم انت الكلام بتاعنا. اذا ما فهمت الاشياء دي انت بتتهمنا بالباطل. فده المنهج. اما التكفيريون الخوارج هم اللي بيكفروا الزول على التعيين وعلى التعميم ويقول لك دول كلهم كفار وده كافر وده كافر. ده منهج بتاع الخوارج يعني. لا الوم على المتكلم لانه ربما كان احمق وربما كان سفيها وربما كان مجنونا، ولكن اقول هل كان هناك من المسلمين حاضرا احد؟ فان قالوا نعم قلت وحسرته. اللوم ليس على المتكلم، اللوم على السامع المتيقن. يميز الجيد من الخبيث والطيب من الرديء ويوقف المتكلم عند حده من أجل أن يكون الأمر قائما على السوية بالدليل الصحيح من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.